السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ديما تكونوا في صحه يا ربي وفي خير ونعمه الناس الكل. كما العاده ديما نطلع عليكم هكا فيديو، فهلا وقيت فيديو فيه نهاري من الصباح حتى العشيه، فيه وصفتين مزيانين باش تجربوهم ان شاء الله وتاكلوهم بالصحه والفرحه والهنا يا ربي. اي نبداو بسم الله وعلى بركه الله، وما ننساوش عاد ديما صليوا على سيدنا الف ولا يزيه، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. وكل قطو صالحي ويمتحي سيرك تعمل لنا سيرك الصباح تبداك على حافة الشباك تمشي وتجي هذاك الجو ما يجرى لها حتى شيء، جوسك تحب تعمل لنا هكا جو في الدار، انا تبدا على الحافة نبداو نديولها يا بنتي يهديك اصلح حالك زلت صغيرة. المهم دخلت للكوجينة باش نحضر فطور الاولاد، الاكلة المفضلة اليوم كما تعرفوها وكما تعودتوا زادة ديما نعملها هو الخبز اللبناني، ذيك نعمله بالاومليت وجبن ماتزاريلا وكاهو، وباش نقعد معاكم عاد في الفيديو مباشر مع قهوة هكا مزيانة، ونقعد مع احلى ناس مع احلى متابعين معايا في القناة اللي نحبهم نحبهم برشا برشا برشا، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب ويرزقكم من خيره يا رب العالمين. حضرت القهوة ونمشي وتو نقعدوا معاكم، وبعد ندخلوا للكوجينه نشوفوا دبارتنا اليوم شنو. حضرت قهوتي وباش نقعد معاكم كيما العاده في البث المباشر، ان شاء الله ديما نكونوا معاكم، ان شاء الله ديما نكون في الموعد، حسيل نكمل الصبحيه مع احلى ناس معاكم، ومن بعد نقص ربي نشوفوا فطورنا شو باش نطيبوا اليوم. نبداو بسم الله في الدباره نتاعنا نتاع اليوم. يا سيدي عملت كسكسي بالخضره حطيته وحضرته، خاطر عملته معاكم برشا مرات خليته على جنب باش نحضر حويجه هكا لليل تقعد لهم زاد للعشاء. حضرت سيدي عجينه مزيانه قيدوها في كراسه، كيس ماء وكيس حليب نفس القياس تحطو، قيس الكيس 220 مللتر، المهم يكونوا دافيين. حطيت مغرفة كبيرة نتاع ميكلا سكر، نحطو مغرفة كبيرة خميرة خبز، وباش نحطو زادة في الوصفة هذه بياض بيضة. واهم حاجة يلزمنا نخلطو كل خميرة مليح مليح، بعد نحطو بياض البيضة باهية، هذه لا فيها لا زيت ولا زبدة هكا هكا تجي. بعد باش تصب الفارينة وبدا خلط الفرينه، نلحقوا عليها بطبيعه مغرفه صغيره نتاع قهوه ملح، مش تنسيوا الملح عاد، هذه باش تخليها تخمر تو كي تعجنها، عجنها شويه هكا كانك باش تعجن الخبز، تخليها تخمر كيك ربيع ساعه، المهم كي يضاعف الحجم نتاعها تولي هكا دوبل ومنفوخه، تنوريكم قوامها كيفاش يلزم يكون. لهنا حطيت الكلبسايس على شيره خاطر هيك باش نزين به العجينه نتاعي، ونعطيكم طريقه الخلطه اللي باش نحطوها في وسطها ياسر مزيانه وبنينه بالدجاج باش نعملوها، تنجموا تعملوها باللحم المفروم زيده، حسيلو ان شاء الله باش تعجبكم وباش تجربوها نعرفكم. وزيده اليوم في الفيديو جبت لكم وصفه اخرى مزيانه وكا وحلوه زيده، حسيلو واي كملوا ساعة العجينه نتاعنا اللي بها الفايده، ونبدا نصب توا في الفرينه ونخلط الفرينه، مانيش باش نقول لكم مقياس اني قاعده نصب لين تلمت لي العجينه اكاهو، المهم ما تكونش عجينه يابسه، حكا هكاكه من 500 غرام 600 غرام فرينه، حتى كي يظلك منها العجينه لفها في شكيره وحطها في الفريجيدير ما تفوتش نهارين عاده، جي اي حاجه اخرى راهي مش لازم كان الوصفه هذه، العجينه تعملها محشيه تنجم تعملها معناها محشيه ومسكره، ما حتى وشوفوا طريقه اليوم قديش تحفونه. لهنا قعدت نصب ونخلط تنوريكم توا قوامها، ومن بعد نمشيو نحضروا وصفة الدجاج البنينة برشا.
الحاجه حطيتها هي قطيره زيت، فك المقله نتاعي انا مش قطيره به مغير فتينا كيكه، حطيت رويس بصل مقصوصه كجويد، قصيت قولوا زدير دجاج مربعات كصغار ما رحيتوش المره هذه خاطر حشي بيها كي في الوصفه هذه بالذات. كما قلت لكم تحبوا تعملوه باللحم المفروم اعملوه، ها تجيك بنينه وتشره زيده. المهم غطيوا على المقله باش تسيب الماء نتاعها، وماذا بيا الدجاج يطيب بكا الماء نتاع البصل، كثروش برشا ماء في الوصفه هذه باهي باش يجيكم هكا بني. من بعد نفوحوا بشويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه فلفل احمر، شويه حبق. لهنا حطيت فلفل اخضر، قرين فلفل اخضر، قصيت رونداليت باش يسيبك النكهه نتاعو في وسط الدجاج. ريتوني بين التقليه والتقليه نغطي بالخطاء بشكل بخار يقعد لداخل تقعد ريحته فيوحه اكاهو. طريف الحبق هي اللي زادت فوحتها اكاهو. فما حويجه اخرى حق نسيتها، هي مغير فهريسه عربي، باش نقولكم سيبت بنا على محليها. هي ما عندكش مش حاجه لازمه راه، اما هي اللي باش تعمل لك شويه الصوص الحموريه المزيانه تاعنا، لازمك اللمسه التونسيه نتاعنا لازمه هذيك البنه. يعني حطيتش برشا، شفتوا شطر مغرفه حطيت باش نحط لها نقولوا شطير كيس نتاع تاي هكا ماء هكا باش تعمل لي هكا تشكشيكه وبرا وغطي حتى يطيب ولبس عليه الدجاج ما فيش يروح راه في ساعه ما يطيب، خاصه انه الزدر عاد نتاع الدجاج وقصينيه طريفات هكا صبيت طريف جس باش حليتك الهريسه وبرا غطي عليها هذيك توها كي حضرته. نمشيو نشوفوا العجينه عاد وين وصلت. هذا الكل بتبيعها مادي ما تغسلت معيونيتك اني ركحت الكسكسي وموري مريق لا حسيلو هذه ليله العين. بعد كي نقولوا ربع ساعه في ساعه التخمر خاطر ديما نعمل اني الفور نسخنه شويه ونحطه في وسطها. شفتوا محليها كش بامبي لشاي كبير يا عمري. كل ستيكه حسيلو تو باش نشكلهم هكا اربع كويرات ونشوفوهم كيفاش باش نحضروا تو العجينه نتاعنا. به قسمتهم لزمهم الكاكاويرات صغار من اللول باش نعملوهم هكا مدورين. بالطبيعه نستعملوا لهنا الفرينه خاطرها العجينه كما شفتوها تتلصق. باش نشكلوهم توا اول حاجه باش نقسم بالطبيعه تعملها لعدادك. اني عملت اربعه يزي فيها البرك، حليت كل وحده هكا وحطيتها في طبيق باهي مرك مريقله مريقله. ومن بعد باش نعمل العجينه وحده كبيره ونقصها ونوريها لكم شو باش نعمل بها. حبيت نوريكم لهنا السميكه نتاعها العجينه يلزمها كيكه بشك مع التنفيخه نتاعها في الفرن دي باهيه. به نكملهم هكا الاربعه نحضرهم ونحطهم في الطبق. من بعد باش نعمل كيما قلت لكم وحده بركه عجينه وباش نقصها شرائط هكا باش نوريها لكم وكيفاش باش نعملوا كفيره. سهله هي راهي ماهيش صعيبه اللي باش نعملها اني توا، جو استعمل كيما نقولوا الحافه نتاع العجينه باش نزينها عيني بالصفيره اكاهو. بالطبيعه اي شكل تحبوا انت اعملوا في الوصفه هذه. لهنا شديت هكا السكينه وبديت نقص، قصيت بزوز بزوز معناها كل زوز باش نحطهم فوق بعضهم ومن بعد نلفهم هاك باش تشوفوا كيفاش الطريقه. به خديتك الزوايا الوحده الاولى حطيتها على الثانيه كيما هكا، حطهم على شيره كيف كيف نمد الاخرى. كي تبدا وحده اطول من وحده انا قص بالسكينه عادي، حطهم فوق زوز فوق بعضهم تعطيك التوريقه في نفس الوقت وكيف من بعد في الفور ويتنفخوا محليهم يوليو زوز مع بعضهم. وتوا باش ندورهم هكا هكا سهله مش صعيبه. انا كل زوز نحطهم هكا فوق بعضهم وندور ونحضرهم الساعه الاربعة، نحضر في اربعة يعني تو بهي. ومن بعد البنات نمشيو نحطوهم كالدائره فوق العجينه الاخرى كالشابو باش نعملو لها تولي.
كما شفتوا حطيتك الثفيرة كامل فوق، وتو باش نحطك الخلطة متاع الجيش اللي حضرنيها باش نزينها كعجنبية زيادة بالفلفل، ونحطو كطماطم في الوسط ونزينوها بالفرماج موتزاريلا وإلا أي فرماج تحبو أنتي. تو ندخلو هذه للفور على 180 درجة في ساعة ما يطيبو. ما ننسيوش عاد ندهنو أكل الجنبية بك فص العظمة. فص العظمة حطيتو البنات زيت زيتونة أكاهو. وهذه وصفتي متاع اليوم، ان شاء الله يا ربي عجبتكم البنات، وان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه يا ربي والفرحه. حسي لو بعد ما كملت شوري وكملت قضيتي مشيت وحده صاحبتي باش نعملوا قهوه مزينه، وخليكم معايا. وتوا وصلت وحده صاحبتي باش نمشيو توا نقعدوا قيده مزينه نعملوا قهوه عربي ونشوفوا زيد شوف تحضر. قوموا معايا شوفوا باش نعمل لنا خبزه جاتو مزينه. خبزة الجاتو بتاع اليوم باش تعملها خدوجة. بالحق خبزة جاتو روعة بالتفاح، بنينة وسهلة. قاستي على 150 غرام فيرينا باش تحط عليها من بعد بكو خميرة، خميرة تاع جاتو 10 غرامات. ولهنا باش نقصو الزبدة. بالنسبة للزبدة باش نحطو 150 غرام، انا مكتوب فيها راه كل شيء بالقياس. تشد سيدي الزبدة لازمها تكون بحرارة الغرفة، ما تكونش معناها ذايبة. باهي حاجتنا بها كيكة. هيا لله قصيناهم شي كيكه نحطوها مربعات مربعات وباش نركضوهم مع السكر. السكر باش نحطو 150 غرام سكر. الحق كي نذوقوها يا البنات راهي فيها بنه على محلها. وانتي ما نجيب لكم كل حاجه الباهيه يعني راهو هيا تو باش نحطو هكا السكر والزبده لين يولي كريمه مع بعضو. اركضي اللي تركض. ومن بعد باش نضيفو زوز عظيمات، اما كي نحطو العظيمه بالعظيمه ما نحطوهمش مع بعضهم. وهذه خدوجة قاعدة تعمل فيها، يسلم يديتها ويسلم قليبها. بالحق يعطيها الصحة خاطر فنانة ما شاء الله عليها. حاسيلو أو محليمة كل بنيت يبدو الشاطرات هكا. هنا التفاحة، كعيبة التفاحة هي من اللول قصينيها مربعات كيما هكا، وحطت لها يلا مغرفة فيرينا يلزمها هكيكا تكون فيها. حطتك العظيمة وبدينا بالكعيبة بالكعيبة. التفاحة من بعد باش نحطوها في وسط الخليط. نقول لكم وقتاش استنوا شويه. ركضني شي العظيمه الاولى باش نلحقوا توا العظيمه الثانيه، ونكملوا نركضوهم مليح مليح مع الزبده والسكر. باهي شدت كعيبه قارص برشتها كيما هكايا كين بالقشره نتاعها كاهو،
ولهنا حطينا باكو الخميره مع الفرينه باش نخلطوهم معها. ومن بعد باش نبداو نضيفوا الفرينه بالمغيرفه بالمغيرفه. الوصفه هذه ماهيش جيري، راه تو تشوفوا قوامها كيفاش يزم يكون البنات. لهنا بدينا هي تركض وين نصب لها في الفرينه بالمغيرفه كهو لين كملناهم. اكل 150 غرام، نعاود لكم 150 غرام فرينه، 150 غرام زبده، و150 غرام سكر، زوز عظيمات، وبرشا كعبه ليمون، معناها بركه كهو وحده كهو. وكيما شفتوا الطريقه كيفاش حضرناه، خذيتك الطبايق دهنته بالزبده، ومن بعد حطيتك رشت عليه شويه فرينه، وما نساوش هذاك الكعبة التفاح اللي قصيناها مربعات وحطينا لها مغرفه فرينه. هذيك توا باش نضيفوها للخليط ونحركوا الخليط بالسياسه والسيوس بشويه بشويه، ونحطوها الى لفك الطبايق. ومن بعد باش نزينوها كعيبه بركه تفاح من الفوق ولا زوز كعبات، انت وكبر الطبق اللي عندك ماذا بكم تعملوه في قلب الكيك احسن. معناه اكا شفتوا مسهلها سهله وبنة ومنفع ومحليها محليها مع قوى عربي عدينا الشوية عسل الدنيا الحقيقة. اليوم يا سيدي عاملين جو في سوسة، عاملين حفلة يا للا شيء كبير نتاع الطوال، تم نصور لكم في آخر الفيديو تشوفوا الجو يا للا شيء كبير. حتى قاعدة نسجل في المونتاج والغناء والفرشيك عاملين جو. حسيلو حطيتك الكعبة التفاح كيما حكار كعبتين كيكا، ومن بعد تغزر محليها كي خرجت من الفور على 180 تحطوها. توا باش نخرجوها من القالب في ساعة ما تخرج زيدة سهلة هكا، طريقة الزبدة والفرينة تسهل الأمور برشا. باش نحطوها توا فك الصحيح نرشو عليها سكر محور هكا من الفوق هكا. اش رايكم في البنة؟ قلت لكم في البنة واش خاص تذوقوها بالحق، خاطر بنينة برشا رطبة هكا ومزيانة اكا. هاو تو باش نحضروا القهوة نتاعنا ونقعدوا قايدتنا، نوريكم جو اللي في سوسة اش عاملين. باش يكلبوا باش يكلبوا كل الشبيبة، باش تكلبوا باش تعمل جوانح وتطير والله. من البارح وما يحضروا في الحفلة، هاو فتوا محفلين، هاو عاملين جو وغنية ودنيا وفرشيك. هذيك زينيها تو بالسكر، ومن بعد نقصوها ونحطوها هكا على طويولة وشخنا عليها، ومن بعد روحت عادك هاو. عديت شويه ياسر مزيانه، ان شاء الله يسلم يديته ويسلم قلايبها يا ربي على هالكيك البنينه برشا. وعملنا جو وبرشا ضحك وتفرهدنا الحمد لله. وتو باش نخليكم البنات مع الجو السويحليه، عاملين جو على الاطوال، عملوه قدام داري بالصدفه. خليكم مع الاجواء، ما تبخلوش عليا باك اللايك للفيديو كان عجبكم. اكيد نقولكم تو بسلامه، باي باي.
أول من الزلم صار من الكفرة من قبل هم نقل. هاي جوال معنا. ربحت ولا ما ربحتش على الأقل؟ مشكورة. الحين بدول بريقات روج. ها؟ بريقات روج اسمه.